شكرا سيد رئيس الأول للمحكمة العليا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. سيد رئيس المحكمة الدستورية، سيد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، سيد وزير العدل الحافظ الأختام، سيد الرئيس الأول للمحكمة العليا، سيد رئيس مجلس الدولة، سيد رئيس محكمة التنازع، سيد نائب العام المساعد لدى المحكمة العليا، سيد محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، سيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدات والسادة الحضور كل باسمه وصفته، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أرحب بكل من شرفنا اليوم للحضور في مراسم تنصيب أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. في البداية لا يسعني في هذا المقام إلا أن أعبر باسمي وباسم زملاء الأعضاء عن جزيل الشكر وأسمى آيات العرفان والامتنان للسيد رئيس الجمهورية على الثقة التي حظينا بها للإشراف على هذه السلطة، متمنياً أن نكون في مستوى هذه الثقة، وسائل المولى عز وجل لي ولزملاء الأعضاء السداد والتوفيق في أداء مهامنا، وأن يهيئ لنا أسباب النجاح، متعهداً بعدم ادخار أي جهد لأداء هذه المؤسسة الجديدة للدور المنوط بها على أحسن وجه، وذلك أمام التحديات المنتظرة لتكريس أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في حرمة الحياة الخاصة. سيدات الفضليات، السادة الأفاضل، لقد كرست معظم المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية حماية الحياة الخاصة للأفراد، وشددت على ضرورة احترام خصوصياتهم، وترجم ذلك أساساً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال المادة 12 منه، التي نصت صراحةً على عدم جواز تعريض الشخص لأي تدخل تعسفي في حياته الخاصة، وعلى حقه في الحماية القانونية في هذا الجانب، وهو نفس المبدأ الذي كرسته أيضاً المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الجزائر، وعلى غرار غالبية المجتمع الدولي، أولت أهمية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال انخراطها في المواثيق الدولية السالف ذكرها، أو بتجسيدها كمبدأ دستوري من خلال إقرار حق الشخص في حماية حياته الخاصة وشرفه وسرية مراسلاته واتصالاته الخاصة أيا كان شكلها. ولتدعيم هذه الحماية اشترط الدستور صراحة عدم المساس بهذه الحقوق إلا بأمر معلل من السلطة القضائية، معتبراً في ذات الوقت أن حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد هو حق أساسي، وأن القانون يرتب أحكاماً جزائية لكل انتهاك لها. إن هذه الحماية الدستورية تعززت بشكل كبير بموجب أحكام القانون رقم 1807 المؤرخ في 10 جوان 2018، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي حدد قواعد وإجراءات هذه الحماية، ونص على الإطار القانوني الذي تتم فيه هذه المعالجة مهما كان مصدرها وشكلها، في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وحريات حقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم. وفي هذا الإطار استحدث القانون السالف الذكر هيئته الجديدة يناط بها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحدد طبيعة تشكيلتها وصلاحياتها ونظام سيرها، وسميت في صلب النص القانوني بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ووضعها القانون لدى السيد رئيس الجمهورية، وهذا ما يشكل بحق ضمانة أساسية لاستقلالية هذه السلطة في أداء عملها، إذ لا تخضع كل معالجة للمعطيات المذكورة إذ تخضع كل معالجة للمعطيات المذكورة
إلى الموافقة المسبقة للشخص المعني بها وفقاً لضوابط محددة قانوناً، وكذا خضوع تلك المعالجة لتصريح مسبق أو ترخيص من هذه السلطة الوطنية. وعلى هذا الأساس فإن للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي نشهد مراسم تنصيبها اليوم دور هام في تكريس هذه الحماية وتعزيزها وتدعيماً أكبر للحقوق والحريات الأساسية للمواطن، وهو ما يعتبر بحق تجسيداً لتعهدات السيد رئيس الجمهورية في مجال ترقية الحقوق والحريات، وخطوة أخرى تضاف لمساعي الدولة التي تهدف لإرساء مؤسسات تستجيب للمقاييس الدولية. السيدات الأفاضل، السيدات الفضليات والسادة الأفاضل، إن حماية الحق في الخصوصية سار أكثر من مهم في العقود الأخيرة، خاصة مع تطور وسائل الإعلام والاتصال بشكل متسارع والتحول الرقمي غير المسبوق، الأمر الذي نتج عنه تزايداً في معالجة بيانات الأشخاص، وهذا ما تبعه بروز العديد من الانتهاكات التي صارت مواجهتها تستوجب توفير إطار قانوني ملائم لتنظيم المعالجة عن طريق إنشاء هيئة تتكفل بتوفير الحماية القانونية للمعطيات الشخصية، وهو ما نشهده اليوم في تنصيب أعضاء هذه السلطة التي ستتكفل بتعزيز وسائل الحماية الإدارية والتنظيمية لها. إن هذا التكليف هو مسؤولية كبيرة وثقيلة تستلزم منا جميعاً العمل بكل جد وصدق وإخلاص، وعلى هذا الأساس ستكون منهجيتنا في الإشراف على هذه السلطة مبنية على نظرة تشاركية مع جميع الفاعلين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على المستوى الوطني، من خلال البحث عن توفير الحماية التي كفلها الدستور والقانون في الجوانب المتصلة بعمل هذه السلطة، وربط علاقات التعاون مع جميع المتدخلين المعنيين بما يجمع بين فرض الحماية القانونية والوقاية من المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي أو انتهاكها. وعلى المستوى الدولي سنحرص على التفتح وتعزيز أواصر التعاون مع الدول الرائدة في هذا المجال، وعلى التواصل مع الهيئات الدولية في هذا الإطار بما يعزز مكانة الجزائر دولياً في مجال ترقية حماية حقوق الإنسان، ومن ثم تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئت هذه السلطة من أجلها. فهنيئاً لبلادنا على هذا المكسب، وعاشت الجزائر حرة مستقلة، متمنياً السداد والتوفيق لنا ولكم جميعاً. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن متابعينا الكرام، تابعتم تنصيب